أكيد بتعرفي إنه مع بداية شعور طفلك بألم الحلق الحالة ممكن تصير أسوأ، فلا تنتظري حتى يزيد ألم الحلق. باستخدام غزول الفم والغرغرة بيتادين لمدة 30 ثانية رح يقضي على الفيروسات والبكتيريا اللي بتسبب ألم الحلق. شكراً ماما. تخلصي من ألم الحلق قبل أن يصبح التهاباً. يمنع استخدامه للأطفال دون السادسة.